بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع؟ واضح الصوت ولا في شيء؟ صوت دكتور. طيب تمام، نكمل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد علي، مدير الجودة وسلامة المرضى بشبكة الخدمات الطرفية الصحية بالتجمع الصحي بالشرقية. سلسلة محاضراتنا من ضمن برنامج اعتماد. اليوم إن شاء الله هنتكلم على ثلاث شباتر، اللي هو الأسنان وحقوق وعلاقات المرضى ونقطة السحب الدموي. نبدأ برضو نفس البداية، خريطة التدفق من مركز الاعتماد. عشان تجهز مركز الاعتماد لازم يكون عندك أول حاجة التعريف، التعرف على إيه معايير الاعتماد، معرفة جاهزية مركز الاعتماد، تجهيز فريق العمل، وضع السياسات لتحقيق المعايير ومراقبة مدى التزام الطاقم لها. بعد كده تجهيز للزيارة، وإن شاء الله بتباص بعد إيه ما تعمل التزام بهذه المعايير. أول ملف من الملفات اللي إحنا نشتغل عليها ملف حقوق المرضى وعائلتهم بالمركز. الملف ده بيتكون من ثلاث فولدرات، اللي هو الملف الأول السياسات اللي هو كتاب الدليل، وتاني واحد اللي هو ملف الشكاوي، وثالث حاجة اللي هو ملف رضا المستفيد. يبقى ملف للشكاوي، ملف لرضا المستفيد، وملف السياسات. ملف الشكاوي دلوقتي احنا بنستدعي عنه ب اللي هو 937، او الشكاوي اللي بتيجي 937 وبتجدولها وبتبقى موجوده عندك على المركز، وايه اللي اتعمل فيها، او ممكن تدخل على موقع الكتروني لتجربه المريض الخاص بالمركز وتطلع كل الشكاوي منها وتشوف الاكشن اللي حصل فيها وايه اللي حصل في شكاوي من حلول ومفروض تشتغل عليها بخطط تصحيحيه وكده، وتشوف المريض محتاج ايه انت تحاول تلبيه له. تاني شيء، بعد ما المريض يطلع بيروح له رساله الكترونيه من المركز تقول له انت قيم ادائك للمركز ونسبه رضاك على ايه المستفيد، يعني على رضاك على الخدمه اللي قدمت ليك من قبل المركز، ويبدا يعمل لها تقييم، والتقييم ده بيوصل ليكو بشكل كل 3 شهور بيوصل لي تقييم للمركز، ويقول المركز واصل لغاية فين في نسبة رضا المريض، المفروض احنا نطلع عليه، وخاصة مين اللي هو مسؤول الجودة وتجربة المريض. طيب نستعرض كده النقاط المطلوبة في ملف تجربة المريض أو حقوق وعلاقات المرضى. أول معيار اللي هو البي اف ار 1 اي سي 1، اللي هو توجد شروط مرجعية للجنة حقوق وعلاقات المرضى. اتفقنا لجنة حقوق وعلاقات المرضى، احنا عندنا كم لجنة؟ كم لجنة في المركز؟ 4 لجان، 4 لجان في المركز. تمام، ال4 لجان في المركز لجنة تنفيذية ولجنة فنية ولجنة جودة ولجنة ايه؟ مشاركة مجتمع. اللجنة التنفيذية هي اللي من ضمنها مين؟ شروط ايه؟ مرجعية حقوق وعلاقات المرضى. ندخل على اللجنة الفنية برضو عشان إيه؟ نوريها لكم. شركة الخدمات بي سي. حقوق وعلاقات المرضى. لا أنا آسف، نرجع على إيه؟ الشروط المرجعية موجودة في القيادة. أيوه. leadership، هذا leadership، اللجنة التنفيذية، هذه المرجعية، طبعا دي الشروط المرجعية فيها الوظائف الخاصة بالقيادة وإدارة السلامة وحقوق وعلاقات المريض. مراقبة تطبيق حقوق علاقات المريض، ضمان تلقي جميع العاملين التدريب ومسؤولياتهم، الإشراف عالية والتعامل مع شكاوى الموظفين، شكوى المرضى، مناقشة ملخص تقارير الشكاوي، إرسال التقارير الخاصة بشكوى المرضى إلى وسائل الأقسام المعنيين، وهكذا. تمام؟ واضح كده؟ يبقى إحنا اللجنة التنفيذية هي اللي بتناقش إيه؟
هي اللي بتناقش مشكلة إيه؟ اللي هي الخاصة، الوظائف الخاصة بحقوق علاقات المرأة، تمام؟ وتبدأ التقارير بتاعتكم ترفع إيه ليها. أيوة يا دكتور، دكتور رمزي رافع، محتاج حاجة؟ وعليكم السلام يا دكتور. نكمل. خلاص عرفنا الشروط المرجعية هتبقى موجودة فين؟ اللي هي نفس لجنة الحقوق وعلاقات، نفس اللجنة التنفيذية، وهنعلم على اللي هي حقوق وعلاقات المرضى اللي هي الجزئية بتاعتها، ونعمل عليها لايت ونحطها في هذا المعيار. توجد سياسة إدارية تحدد الأدوار والمسؤوليات تتعلق بتطبيق حقوق وعلاقات المرضى. سياسة، يبقى السياسة هروح فين؟ للبوكس. هروح للبوكس أهو، سياسة تحدد المسؤوليات أهو، responsibility أهي، فهم أهو. طبعا دي سياسة هي بتحدد مسؤوليات كل واحد في المركز ودوره إيه. المفروض اللي هو المسؤول حقوق وعلاقات المرضى في المركز أول حاجة يقوم جاي ماسك السياسة دي ويبدأ يطبقها على كل الناس، يبدأ يعرف كل واحد دوره ايه، مين اللي هيوقع الموافقة المبنية، ويعني ايه الاشتراك في العلاج، ويعني ايه الخصوصية، وليه يعني ايه فوائد مخاطر العلاج، وكل حاجة من وعلاج الألم، ولو المريض رفض علاج بيتعامل معاه ايه، ويشرح لكل شيء، ويشرح حقوق وعلاقات المرضى كاملة للموظفين ويوقعهم على كده، ويتحط الكلام ده داخل ملف ايه؟ داخل ملف الايه؟ الموظف. لازم يدخل داخل ملف الموظف، تمام؟ يعني انا اشرح لكل العاملين بالمركز هذه السياسه كامله، تمام؟ ودور كل واحد فيها، وبعد كده احط التدريب دوت داخل ايه؟ داخل ملفاته. مهم جدا، لازم نكون عارفينها. وفي وثيقه اللي هي حقوق علاقات المرضى اللي هي مكتوب حقوق وواجبات المريض. دي لازم تبقى موجودة عند الاستقبال، ويشرحها الاستقبال لمين؟ لأي واحد جاي يفتح ملف جديد. تاني شيء لازم يتدرب عليها ويكون عارف النقاط اللي فيها. هو طبعا مش هيسأله فيها، بس هيسأله أنت حد دربك على هذه الوثيقة؟ حد قال لك يعني إيه حقوق وعلاقات المرضى؟ حد قال لك إن المفروض تعرفها للمريض عند فتح ملف؟ طبعا النقاط دي مهمة جدا، لازم أنت تكون عارفها. طيب مين اللي هيسويها؟ طبعا مسؤول حقوق وعلاقات المرضى يلف على المركز ويبقى عارف ان في نقاط من النقاط المهمه جدا، ان انا لازم كل واحد عارف هذه الوثيقه وموجوده عند الاستقبال، وعند فتح الملف يطلب من الاستقبال المراجع ان هو يقراها، وممكن بيوقع عليها ويحطها داخل الملف. طيب دي حاجه. تاني شيء ان لازم بالذات الاستقبال والممارسين الصحيين يكونوا عارفين ادوارهم في هذه الاشياء. ما يعني مثلا عارف رفض العلاج بيتوقع ازاي ومين المسؤول عنه، عارف المريض لو احتاج ان هو يشوف مثلا طبيب تاني، ده حق من حقوق، محتاج ان هو يتحول، ده حق من حقوق. لازم انت تكون عارف الكلام ده، كل ده موجود في الوثيقه. احنا لازم نكون عارفين من خلال مين اللي هيعرفك الكلام ده؟ السياسه دي. تاني شيء ان السياسه دي لازم تتقرا من جميع الناس اللي موجوده داخل المركز اللي بيقدموا الخدمات للمريض. اهي هي المفروض تكون موجهه لجميع العاملين داخل المركز. مهمه جدا السياسه دي، تمام؟ طيب نكمل اللي بعده. خلاص احنا قلنا توجد سياسة تحدد الأدوار. توجد سياسة مكتوبة توضح الإجراءات والمسؤوليات لمنع اختطاف الطفل، وتشمل الكود الوردي. احنا اتكلمنا على الأكواد والكود الوردي اللي هو ايه؟ كود اختطاف طفل، صحيح؟ طيب
طيب نشوف السياسة بقى بتقول ايه. طبعا نرجع للسياسة تاني، السياسة اللي هي ما انا اختطفت، نشوفها ونقول ايه اللي فيها. ما هو هو اللي هو child abduction، تمام. السياسة دي فيها حاجتين، بتحدد اول شيء الادوار، تاني شيء بتعرفك يعني اختطاف الطفل، والطفل اللي هو من سن كام لسن كام، والرضيع من سن كام، ده اسمه اختطاف طفل لو هو داخل المركز. فده مهم جدا، وبتنتفع بكود ايه، والادوار الناس ايه، ودور المركز ايه، وطبعا بتعمل ده سنتر ايفنت لو ما حصلش الطفل. فمهم جدا لازم نكون عارفين السياسه دي. انا في احد امبارح سالني ان سياسه اختطاف طفل دي في اي شابتر، هي طبعا موجوده في شابتر ايه، البيشنت فاميلي اند دوغ. مهم جدا دي السياسه إيه؟ برضه لازم تتعمم، ولازم تدي منها الخطوط العريضه إيه. تمام، واضحه كده ولا في شيء؟ وطبعا يعني عشان الجزء دوت نوت ميديكال، فبصعب شوية، بس احنا لازم نعرفه يعني، لان حاجات من اللي هي لازم نتعامل مع المرضى فيهم يعني. طيب تمام، نكمل. توجد سياسة تحدد قائمة العلاجات والإجراءات عليها الخطوة التي تحدد تتطلب من الموافقة المبنية. الجراحات اللي هي تحت التغذية، هتروح تشوف الموافقة المبنية. الموافقة المبنية، سياسة الموافقة المبنية، هتلاقيها بتشرح لك، بتقول لك إيه هي الحالات اللي تعمل فيها الموافقة المبنية، اللي هي في إيه؟ informed consent أهي. سياسة الإذن الطبي، وطبعا لازم يكون الفورمة موجودة، وهي موجودة في الملف الإلكتروني، وإحنا أغلب الملفات دلوقتي فيها ملف إيه؟ إلكتروني. تمام، دي السياسة هيت. المخاطر والمضاعفات، دي إقرار الموافقة يجب أن يشمل على دول، والحصول على إقرار موافقة هو توثيق ما يلي في ملف المريض، تتم مناقشته. الحالات الطارئة، دي الحالات اللي هي عادة خطورة، اللي هي إيه تعمل ليها في حالات الطارئة، يمكن إيه للطبيب البدء في إجراء إنقاذ حياة المريض بدون الحصول على إيه إقرار. طبعا ده سؤال بيسأله مين؟ المقيم. إنه في حالات الحالات الطارئة يمكن للطبيب البدء في الإجراء لإنقاذ حياة المريض بدون الحصول على إقرار إيه المريض بالموافقة. تمام، واضح كده. طب في حالة الرفض على القرار، يحق للمريض البالغ الواعي القدرة على اتخاذ قرار طبي رفض الخضوع لإيه؟ لأي إجراء طبي، ويجب توثيق ذلك في الملف. تمام، المسؤوليات أهوت، كل واحد حتى قسم السجلات مسؤوليته. واضح كده، وطبعا الفورمة بتاعت informed consent. تمام، نخش على اللي بعده. توجد لجنة للإشراف على عملية شكاوي المرضى، وتوجد تقارير تحدد الاتجاه للشكاوي. طبعا احنا قلنا لجنة الإشراف على عملية الشكاوي هي نفسها اللجنة بتاعت ايه؟ اللجنة التنفيذية، هي اللي بيجيها الشكاوي، هي اللي بتشرف على الشكاوي وكده، من جزء من اعمالها. وتوجد تقارير تحدد اتجاه لشكاوي المريض. التقارير طبعا انت في نهايه كل شهر بترفع تقرير لهذه اللجنه، وتقول اتجاه الشكاوي بتاعتنا ايه، في اقل بينزل، الشكاوي بتتحل، زي التقرير اللي هو بيطلع كل فتره، كل شهر بيطلع يقول لك نسبه حل الشكاوي قد ايه، نسبة رضا المريض عن هذه الحلول قد إيه. طبعا هو ده نفس التقرير ده اللي هيرفع لجنة إيه شكاوى المريض، اللي هي المقصود بها لجنة إيه، اللجنة التنفيذية. توجد سياسة لتوجيه عملية التعامل مع الشكاوي المرض. تعال نشوف سياسة، تبقى في السياسات أهو.
سياسة معناها إن هي موجودة من ضمن إيه؟ السياسات. أهو البيشن كومبلين دي السياسات بتاعت شكاوى المريض، هي نفسها الغرض منها وتعريفاتها والسياسة ايه شكاوى المريض. طبعا الشكاوى فيها ان هي بتبقى تليفونية بغرض بغض النظر عن اصل الموضوع، يتم كتابتها في نموذج الشكاوى وكذا وكذا. طبعا دي الشكاوى بتجيك عن 937 وبتكتب وبتجيلك في عن طريق النظام الشكوى مكتوبة، فانت بيبقى نفس الكلام ده هو موجود في الشكوى بيجي لك، وانت المفروض ترد عليها خلال ايه 3 ايام من استلام الشكوى، لازم تكون حلتها وان المريض رضى عنها. خلاص دي المقصود بالشكاوى. تمام، هذا سياسة الشكاوى. طيب نروح للي بعدها. توجد سياسة للتعامل مع المريض الذي يرفض او ايه يرغب في وقف العلاج. برضه نفسك اتفقنا اي سياسه تلاقي موجوده هنا اهو، سياسه رفض العلاج، سياسه ريفيوزال اهي تريتمنت، نفس الكلام، وتحط النموذج بتاع الرفض بعديها على طول. طيب اللي بعدها، توجد سياسه التعامل مع الالم. لا اه توجد سياسه للتعامل مع الالم، نفس الموضوع، توجد سياسه السياسه بتاعتها اهو، سياسه التعامل مع الالم، نفس السياسة التعامل اهي. طبعا كل دي سياسات وزارية انا ما اقدرش اغير فيها حاجة، انا بس احط عليها هوية المركز وخلاص، نتحدد فيها المسؤوليات بتاع كل واحد والادوار. اول حاجة بتقيم الالم، وبعد كده ساعة ما تقيم الالم حسب الدرجة بتاعته بتتعامل معاه بالدرجة المناسبة. تمام، وانت دورك المهم انك تزيل الالم من المركز. واضح كده؟ نكمل الجزئية بقى. يوجد لدى المركز مدونة لقواعد الأخلاق تشمل النقاط من بي اف ار 9.1 إلى بي اف ار 19.4. تمام؟ نشوف ميثاق الأخلاق، موجود ميثاق الأخلاق نفس الحكاية، كود اوف اسكس. ده الانضباط اهو، كود اوف اسكس. هذا كود اوف اسكس اللي هو ميثاق الاخلاق، ايه المفروض ان احنا نلتزم بيه في التعامل مع المرض. تمام، ان احنا نفس القيم، تقديم المعايير التي يتوقع ان يتبعها العاملون بالمركز، وتقدم خدمه صحيه مثاليه للمرضى بما يتناسب مع ثقافه المملكه العربيه السعوديه، وتاكد مع مراعاه مبادئ الاخلاق الاسلاميه وثقافه وقواعد وانظمه المملكه للتصرفات المسؤوله من جميع العاملين بشكل يومي. تمام، طبعا ده ميثاق الاخلاق المفروض يسلم لجميع العاملين ويتوقع عليه، ويبقى كل واحد قوي على الآن. تمام، بالذات اللي هم بيشتغلوا مباشرة في خدمة المرضى. طيب نكمل. بعد كده، يوجد لدى المركز مدونة لقواعد الأخلاق، يوجد مجموعة من القيم مدونة لقواعد السلوك المهني اللي هي ميثاق الانضباط. هذا ميثاق الانضباط اللي احنا فتحناه من شويه اهو، كود اوف كوندكت، ده ميثاق الانضباط. في كل حاجه في الانضباط، الزوار بيتعامل معاهم ازاي، الزوار دخول المركز، تدريبات الحريق وقت الطوارئ ازاي، تاكيد الاوامر والاجراءات. تمام، كل دي من ايه كود اوف ايه كوندكت. تمام، هذا بالنسبة لميثاق الانضباط. تمام، طيب توجد سياسة تقديم الرعاية الصحية الطارئة لجميع الحالات المهددة للحياة.
لا لا أنا آسف، في واحدة نسيناها، توجد شروط مرجعية لجنة الأبحاث وتعكس محاضر الاجتماعات وتقييم الأدلة العلمية للأبحاث الجديدة وتطبيق الموافقة النية للمرضى المشاركين. طبعا هي مقصود بيها النقطة دي الأبحاث اللي هي الناس اللي احنا يعني المفروض اللي احنا المفروض نشتغل عليهم أبحاث، يعني تعمل أبحاث علمية على النية. طبعا هو المعيار ده مش متوفر عندنا في المراكز، يعني الا المراكز الكبيره اللي هي فيها مراكز ابحاث او هي تبع المركز ابحاث بتطبق مثلا على بعض ابحاث علميه على بعض المرضى، علاج مثلا معين، سيرفي معين، هذا اللي احنا لو احنا بنعمله. طبعا احنا ما عندناش زي المركز ابحاث، هو نوت ابليكابل يعني. تمام، طيب توجد سياسه لتقديم الرعايه الطارئه لجميع الحالات المحدده للحياه، توجد سياسة لتقديم الرعاية الطارئة لجميع الحالات المهددة للحياة. لو احنا نشوف موجود هنا سياسة تعامل مع الحالات الطارئة اهو الامرجنسي تريتمنت، اهو العلاج الطارئ ومهددة للحياة. ايه هي تعريف الحالات الطارئة والحالات الحرجة والتعامل معها ازاي وتصنيفها ازاي، اهو بتعامل معها بشكل سليم ازاي من ناحية ايه حقوق وعلاقات المريض. تمام، طيب لازم برضو يقراها الأطباء. واضح كده، كده احنا خلصنا جميع الوثائق المطلوبة من ايه من ملف حقوق وعلاقات المريض. طيب هذه الوثائق مطلوبة منك بشكل ايه دوكيمنت، يعني لازم تكون داخل ملف الحاجات اللي انا قلتها، السياسات والنماذج والشكاوي والحاجات دي لازم تكون موجودة داخل ايه ملفات. طيب ايه تاني موجود هنا في اللي هو استبيان رضا المريض. استبيان رضا المريض ده مهم جدا ولازم كل ربع سنوي يتعلق ويبقى معروف للناس، يعني هو في معيار منه اوبزرفيشن زي ما احنا اتكلمنا ان لازم يكون موجود وفي شكل ديسبليز، يعني عرض الداتا بتاعته تقول له نسبة رضا المريض مثلا في قسم التطعيمات كذا، في قسم الحوامل كذا، في قسم الأمراض المزمنة كذا، في كل قسم مكتوب فيه بالظبط ازاي. تمام، واضح كده، دي نقطة مهمة جدا. تاني شيء التبرع بالاعضاء، لازم يكون في اعلان على التبرع بالاعضاء. هتدخل على لان ده كلها معايير، بس معايير كلها اوبزرفيشن يعني نشوفها المقيم بعينيه، تبقى موجود اعلانات التبرع بالاعضاء داخل الاستقبال ويكون لها اعلانات للمتلقي الخدمه، بحيث لو هو عايز يتبرع بالاعضاء يتواصل معهم ويبقى انت حاطط education. لو هو عايز يتبرع بالأعضاء الفتاوي موجودة والأماكن اللي هو بيتبرع فيها تبقى موجودة، ومركز سعودي للتبرع بالأعضاء هو عامل الكلام ده. تدخل على الويب سايت بتاعه وتحمل جميع النشاطات اللي عنده وتطبعها وتحط عندك داخل المركز في الاستقبال، وتخلي حد من التمريض أو الاستقبال يقول للمريض عليها دي، ده رقم بالذات الناس اللي هي لسه جاية تفتح ملفات جديدة. تمام، يبقى كده احنا قفلنا ملف تماما، ملف ايه البيشن فاميلي اند رايت. في اي سؤال فيه؟ طبعا هو ما فيهوش اي حاجه في اليسار، واضح ولا في اي حاجه؟ احنا ممكن نقول كيفيه الاليه لعمل الاستبيان عن رضا المريض. شوف الاستبيان لرضا المريض، انت يعني بتدخل على الموقع، في لكل مركز موقع في وزاره الصحه، انت بتدخل عليه بتجيب نتيجة الاستبيان من داخل ايه الموقع نفسه، يعني بتجيب الناس اللي دخلت عندك بيجي لهم رسائل وهم بيقيموا، ده ممكن يكون المقيم قليل او ان في نماذج الاستبيان لوضع المريض برضه موجودة في الموقع، انت تقدر تدخل عليها وتجيبها وتتعامل بيها يعني، وترسل تديها للمريض ورق ويعمل لك لا استبيان وتحطه على شرط وتشوف ايه الاستبيان كان. بس انا هقول لك الاريح ادخل على موقع تجربة المريض وطلع للسبيان من داخل تجربة المريض وحط عليه اكشن بلان يعني، واعلنه يعني واعلنه على ده، وطبعا هو فيه شرط وشكله كويس كمان. واضح يا اخت اسماء؟
يعني انت مسؤول لتجربة المريض اللي عندك في القطاع، انت تتواصل معاه وقول له انا عايزة نسبة رضا المستفيدين عن الربع الربع الايه الربع الاخير، ويجيبها لك معروضة وانت عرضيها على الماء، وتكلم معاه ان انت كل ربع سل النتيجة عشان انا احط عليه اكشن بلان واعرضها للجمهور. أنا في مستشفى 50 سرير، نفس الشيء يطبق مثل المركز الصحي. نعم نفس الشيء بالضبط، بس هم طبعا عندهم في تجربة المستفيد في المستشفى أشياء تانية أنت ممكن تزود عليها يعني، بس طبعا دي المعايير أغلبها نفس معايير المستشفى يعني. وإحنا اشتغلناها في المستشفى، وطبعا بتحقق أكتر من 80% من نسبة إيه رضا المستفيد، بس المستشفى أقسام كتير، كل قسم تعتبره كأنه مركز لوحده يعني، حتى لو هي 50 سنة. تمام كده، ندخل على الشطر اللي بعده، ولا في أي حاجة في الشطر ده؟ ندخل على اللي بعده. طبعا احنا الشطرين اللي هو الاسنان، طبعا الدوكيومنت بالنسبه للاسنان دنتال اند اورال هيلث، يوجد بروتوكول، اول واحد فيه يوجد بروتوكول مكتوب لتعقيم الادوات ويشمل وقت وطريقه التعقيم. تمام، ده بالنسبه للاسنان، هو عايز البروتوكول بتاع التعقيم. انت تتذكر امس لما احنا اتكلمنا على طريقه التعقيم وقرأنا ايش التعقيم بيحصل في سياسه تعقيم الادوات، اللي هي الغسيل آسف اللي هي التنظيف والتطهير والتعقيم، الثلاث خطوات هي دي نفسها نفس دي اللي بتحصل في التعقيم. طيب بس هتضيف عليها بقى ايه؟ الادوات اللي بتطلع من الاسنان وقتها دخولها ووقت خروجها، لازم يبقى في فايل عند طبيب الاسنان او في مش طبيب الاسنان، عياده الاسنان، فيه الادوات اللي طلعت للتعقيم، اللي هي راحت ادوات التعقيم، سواء ان هي هتتعقم داخل المركز ولا هتطلع بره القطاع في اتفاقيه هيروح مكان تاني تتعقم وترجع. تمام، يبقى هو محتاج منك هتجيب سياسه التعقيم اللي موجوده فين لتعقيم الادوات اللي هي موجوده من ضمن مكافحه العدوى، هروح نجيب سياسه تعقيم اللي هي ايه بتشمل التنظيف والتطهير والتعقيم. تمام، واستخدم معاها ايه، واستخدم معاها ايه اللي هو النموذج اللي هنشوفه دلوقتي اللي هو بتاع التعقيم، واروح عليه ونشوف اهو النموذج بتاع التعقيم، مدعم من القيادة، نروح للسياسة فين هي، خلينا نروح بسمه. يا أسنان يا أسنان، أيوه بالك الأسنان فيها اس ار، الأسنان فيها ايه اس ار، والشاطر يقول لي عليه لغة ما اجيب. تمام،
دي القائمة بتاع الأدوات اللي إيه؟ القائمة بالأدوات اللي المفروض تتكتب هنا اللي هي طالعة للتعقيد. بس أنا مش عارف ليه مش مظبوطة كده، بس إيه خلينا. اهو شوف، هي دي الادوات هي بتاعت الاسنان، احنا كاتبينها في النموذج ده، بس انت لو سحبته بينزل عندك مظبوط، بس عشان اعمله اونلاين. دي كلها ادوات اسنان، وانت بتكتب بس النمبر بتاعها وكام قطعه بتسوي لها تعقيم، تمام، وترسلها. يبقى دي الخروج من العياده، دي الميديكال انسترومنت لوك بوك، دنتال ديبارتمنت، الادوات اللي بتخرج من قسم الاسنان، النمبر اوف ذا ايتم، عدد بتاعهم، والديبارتمنت، والسندن بيرسون، والريسيفنج، والايش او ايه بيرسون، تمام. يبقى انت بتكتب الادوات دي، بتكتب منها كام بيس انت بتطلعها يوميا، خلاص. طبعا بيجي المقيم، لو انت مثلا عياده شغاله يوميا، الادوات دي لازم تتكتب عددها يوميا، بتطلع لازم يبقى عليها رقابه بشكل كبير، وطبعا الدخول على قد الاخر. ايوه صحيح، الاجراء صحيح في المكان الصحيح، الاهداف هدف من الاهداف اللي ايه يعني نشوفه دلوقتي وازاي نطبقه، تمام. يبقى خلاص كده احنا قلنا اول معيار اهوت اللي هو بتحقق معيار ايه اللي هي بتاع سياسة التعقيم والادوات اللي هتخرج وتدخل داخل الاسنان، تمام. نيجي للنقطة اللي بعدها. يوجد نظام مراقبة لتسجيل المعلومات المتعلقة ببرنامج ايه؟ برنامج الاسنان. ايه هي المقصود بنظام المراقبه؟ اي نظام مراقبه في الدنيا، طبعا هنشوف نظام المراقبه ده هتلاقيه اتكرر في اكتر من حاجه، يعني شوف هنا اهو، يعني بس الامومه والطفوله موجود نظام مراقبه، تمام. الامراض المزمنه المسنين برضه نظام مراقبه، هتلاقي ده موجود نظام مراقبه. اي نظام مراقبه يجينا بعد كده لازم تتاكد ان هو يا اما مؤشرات يا اما حاجه انت بتراقب بيها تشيك ليست. يبقى انا اي مؤشرات بالنسبه للاسنان تكون موجوده في نظام المراقبه. هو هيقول لك ازاي انت في نظام سيرفيلانس انت بتشوف بيه تراقب بيه الاداء والعمل داخل عياده الاسنان، هتقول له اه. ايه هو نظام المراقبه ده؟ طبعا هو بس ده المعيارين دول، ده الدوكيومنت الاثنين اللي هم بيشوفوا، تمام. فانت طبعا هتكون مجهز سياسات الاسنان وتقراها، يعني في شابتر كامل لسياسات الاسنان لو انت فتحته اهو، برضه خلينا نفتحه عشان نبقى ايه برضه اطباء الاسنان واللي شغالين في عياده الاسنان يكونوا اورينتد ليه اهو. ايوه هذه كل سياسات الاسنان، طبعا سياسات الاسنان مهمه جدا، طبعا مكتوب فيها الوصف الوظيفي لكل واحد فيهم، لاخصائي الاسنان والدنتال هايجيست ودكتور الاسنان ومساعد الاسنان والكواليتي انديكيتور داخل الاسنان. طبعا دي كواليتي انديكيتور من ضمن نظام المراقبه. عندك الاورجنايزيشن شارتس اللي هو السكوب، هذه كل حاجات لازم تكون موجودة. الحالات المعرضين للخطر داخل عياده الاسنان، الانفكشن كنترول داخل عياده الاسنان، الحاجات دي كلها مطلوبه داخل عياده الاسنان. طيب ايه تاني؟ كل الاشياء دي لازم تكون موجوده في ملف الاسنان، تمام، وتترتب. لو تدخل على السياسات هتلاقي في حاجه اسمه دليل، الدليل ده بيقول لك ايه اللي موجود الاول وايه اللي موجود الثاني، بس تبقى عارف المعيارين ايه المطلوبين. ساعة ما يقول لك أنا عايز أشوف أول حاجة سياسة التعقيم، أو لازم تكون عارف إن في سياسة تعقيم وفي بروتوكولات أنت ماشي عليها، والأدوات بتدخل وتخرج من عندك بالفورمات اللي هي. تاني شيء لازم يكون عندك اللي هو سياسات كاملة حقت الأسنان. طيب نرجع نشوف اللي هو الإي إس آر الموجود في الأسنان. يبقى إحنا عندي، أنا عندي دلوقتي الأسنان متعلق بإي إس آر اللي هو التعقيم،
فلازم يبقى، لان انت ممكن اغلب المراكز لان ما بتشتغلش حالات جراحيه، فهو الحالات الجراحيه بس اللي بيبقى فيها جراحه هي الاسنان، فالتعقيم كله مبني على الاسنان، يعني التعقيم بيغذي عاده الاسنان، يعني 100 ب 100% ايه تعدى له لجنه خاصه ام تكون ضمن لجنه الجوده والسمنه. لا احنا اتفقنا ان لجنه مكافحه العدوى ضمن اي لجنه؟ ضمن اللجنه الفنيه، اللجنة مكافحة العدوى ضمن اللجنة الفنية، فهي جزء من مهام اللجنة الفنية. تمام؟ لجنة الجودة لوحديها خالص لأن لها مهام كتيرة جدا أنت ما تقدرش تدخل فيها مكافحة العدوى فيها. تمام؟ طيب نرجع لموضوع الأسنان، الإي إس آر اللي موجود في عيادة الأسنان هم اتنين، واحد متعلق وواحد أنت بتطبقه بشكل رسمي يعني وترفع عنه تقارير، يعني انت لازم يكون عندك في تقارير المؤشرات انت بترفع على الاجراء الصحيح في المكان الصحيح كطبيب اسنان ان عندك حالات عملت لها خلع او اديتها انستيزيا وعملت لها تايم اوت ولا لا. التايم اوت طبعا موجود في الملف الالكتروني، لو هتدخل الملف الالكتروني في الفورمات هتلاقي التايم اوت موجود تعبيه تقارير اسنان. لازم التايم اوت والكونسبت والفورم الكونسبت الاثنين لازم يكونوا مع بعض، هما الاثنين بيكملوا ايه صار. اي حاله خلع، اي حاله خلع وديت فيها انستيزيا، اي حاله خلع وديت فيها انستيزيا لازم تتعمل فيهم الاثنين دول، الفورم كونسنت المريض يوافق على الخلع وفي نفس الوقت ياخد التعليمات والاجراءات كلها اللي موجوده في نموذج المفخ المبنيه. ثاني شيء التايم اوت لازم يكون كامل متحدد فيه كل النقاط اللي موجوده في التايم اوت. تمام؟ واضح كده ولا في شيء؟ طيب ايش الثاني المتعلق به؟ المتعلق به الثاني اللي هو التعقيم. التعقيم انت لازم تكون عندك صوره من كل حاجه بتحصل في التعقيم، يعني الادوات، لان التعقيم قايم عليك انت بس، فبيبقى في عياده الاسنان انت عارف الادوات اللي بتطلع من عندك راحت امتى وجيت امتى، ونفس العدد اللي راح نفس العدد اللي جه، ولازم تتاكد من المؤشرات، يعني مؤشرات الممرضه او مساعده الاسنان، لازم تتاكد المؤشر اللي جوه الباكج فيه اول هو موجود، ثاني شيء ان هو عاتي اللون الموجود سواء اللون البنفسجي او اللون الاسود. رابع شيء المؤشر البيولوجي لازم تتاكد ان هو بيتعمل مره اسبوعي. مهم جدا لازم تكون النقطتين دول انت بتدور عليهم. خلاص؟ يبقى انا متعلق دلوقتي بحاجتين، ايه هما؟ الاجراء الصحيح المكان الصحيح للمريض الصحيح، تاني شيء اللي هو المؤشر البيولوجي والتعقيم. الجزء اللي بتاع اللي هو الاجراء الصحيح والهدف العلمي لازم انت ترفع فيه تقرير للجوده، بترفع كل شهر ان عندك حالات ما عندكش حالات، الحالات دي تعمل لها تايم اوت والفورم كونسبت ولا لا. خلاص؟ دي مهمه جدا لازم انت ترفعها للجوده، والجوده بتجمع الست اهداف وتقول ايه الهدف اللي تم مواكبته بشكل جيد ولا لا، لان انت اللي بتراقب على الهدف اللي انت بتنفذه، انت بتراقب على نفسك وترفع التقرير فيه، انا فعلا عملت الدول جالي سته، عملت لهم سته ايه تايم اوت وعملت منهم سته الفورم كونس. تمام؟ ده طبعا مهم، خد بالك دي بتسقط مركز وتنجح مركز، المركز اللي فيه الاسنان لازم بيتعامل فيها ايه التايم اوت، ولازم يكون في سجل للتعقيم موجود داخل ايه. طب النقطه الثانيه المراقبه حقت ايه؟ المراقبه حقت الاسنان. طب هتراقبها ازاي؟ هتراقب ازاي المراقبه حق الاسنان؟ ندخل نشوف هتتراقب ازاي. اهو ندخل على الاسنان، هذا شيك ليست عشان تراقب بيها على القسم، شهريا لازم تتعمل، بيعملها ايه؟ او هل يوجد عيادة سنان بالمركز؟ اقرب مركز يتوفر به عيادة اسنان؟ هل يوجد طبيب او طبيبة اسنان؟ والاجراءات دي كلها لازم تتم. تمام؟ وتعملها كل شهر. بالاضافة للمؤشرات، ايه هي المؤشرات؟ أو تعال نشوف المؤشرات حقت الأسنان بتقول إيه المؤشرات؟
طبعا دي مؤشرات بالنسبه للي هم نسبه البالغين فوق 18 سنه اللي هي متعلقه بالفحص البالغين اللي هو الفحص الوقائي اذا تم الزيارات الوقائيه. تمام، ده مؤشر من مؤشرات الاسنان. طيب تعال نشوف في واحده فيها مؤشرات كامله. تعال نشوف دي 20 حط فيها المؤشرات كامله. نفس الكلام، ده مؤشر عند عيادات الأسنان بيرفعوه كل فترة على نسبة البالغين اللي فوق 18 سنة اللي يتم زيارات الوقائية خلال العام. تمام، عدد البالغين طبعا أنت بتجيبها الملف الإيه الإلكتروني تبان لك إن أي واحد فوق 18 سنة المفروض هو ده معيار من معايير ان هو يعدي يديله 4 زيارات لعياده الاسنان. انت طبعا بتفتح الملف ده وتجيب سمري هيجيب لك كل الزيارات اللي جه لعياده الاسنان. تمام؟ تمام. في واحد كمان بتعمله الممرضه او اللي هي فنية الأسنان بتجيب نسبة توفر التجهيزات والمعدات داخل عيادة الأسنان. هو شوف هنا معيارات بتقوم جاي حاطة إيه، شوف الأدوات اللي عندها وتكتب كل 3 شهور تقول كام أداة. يعني هي مثلا عندها 20 أداة، طيب كام من ال20 دول موجود؟ طيب هتعرف إزاي الأدوات الموجودة في عيادة الأسنان؟ هنا أهوت لو تدخل في تجهيزات عيادة الأسنان أهي. تجهيزات عيادة الأسنان هتبان لك وتشوفها هي موجودة ولا لا وتقارنها عندك. طبعا أنت ممكن تجيب الكلام ده منين؟ من كلمنا بتوع الأمن والسلامة بيعملوا جارد، والجارد بيبقى جاي له من رابط المخزون يبين له إيه ده الحاجات المفروض تكون موجودة في عيادة الأسنان، سواء سجلات وإيه الأدوات القائمة بالتجهيزات، وتعد بقى دول كام واحد موجود، هل هم دول موجودين فعلا ولا مش موجودين. الحاجات اللي اتحولت ملف إلكتروني خلاص تعمل إيه بروح للملف الإلكتروني. تمام، كده ملف الأسنان خلص. التشيك ليس شهر الشرعية من يملأ مراقب من الجودة أم مراقبة عيادة الأسنان. لا، التشيك شهري، التشيك شهري واللي يعمله رئيس قسم الأسنان هو يا إما الطبيب طبيب عيادة الأسنان. أما المؤشر بتاع التجهيز اللي بتعمله الممرض، المؤشر بتاع اللي فوق 18 سنة اللي بيعمله مين؟ الطبيب. يبقى الشيك ليست مين اللي بيعملها؟ رئيس القسم. والمؤشر مقسم بين 2، واحد على مساعدة الأسنان واحد على طبيب الأسنان. واضح كده؟ الزيارات اللي عمرها فوق 18 يكون تم زيارتها الوقائية 4 زيارات في السنة. نعم. يعني انت هو مطلوب انك تروح تزور الاسنان بس 4 زيارات للناس اللي هي عندها ايه فوق 18 سنة. طبعا انت بتدخل في ملف الالكترون دلوقتي تعمل سمع للزيارات يجي لك كل الزيارات اللي هو بيها. شوف كم زيارة جت في الاسنان. بياخد 10 حالات من اللي هم جول الاسنان ويشوف كم واحد فيهم جات له زيارة فوق 18 سنة. طبعا لان ده المفروض هو حتى انت تعمل زيارات وقائيه تشيك على الاسنان يعني بدون حتى ما المريض يجي لك، بس احنا قاعدين نتعامل مع المرضى اللي هو يجي. انت تجيب المريض وتشيك عليه، المفروض الحالات اللي هي الحوامل عندك الامراض المزمنه المسنين ايه تاني الربو، كل الحالات دي المفروض تدخل عياده الاسنان زيارات وقائيه 4 زيارات في السنه. وتعمل حتى دكتور الاسنان ممكن يشارك خير كمان في الخطه العلاجيه اللي هي البلان اوف كير اللي هي الخاصه بالامراض المزمنه، يشارك فيها ويكتب خطه ليها طول السنه. يعني مثلا عنده 3 دروس بيسوسها انضف له ده واحشي له ده، هو يكتب يعني يقعد يكتب في الخطه العلاجيه انا كل مره مثلا الزياره دي انا هعمل له كذا وبعد شهر هعمل له زياره كذا، هو يدي له مواعيد على بناء على الزيارات اللي هو يعملها. طبعا عشان يبقى انت المريض داخل بيك بتعالجه كمريض كامل، ما تاخدش مثلا ما تعرفش المرض، انت بتعالج المريض لو في عنده اي مشاكل. هذا دور لان دورنا الاساسي في المراكز
هو دور وقائي، وليس ايه انك بتقدم خدمات علاجيه لمريض جاي يشتكي او مريض طارئ. احنا دورنا وقائي، تكتشف المرض قبل ما يحصل وتعمل له ايه؟ وقايه يعني. واضح كده؟ واضح؟ ننتقل على اللي بعده ولا ايه؟ نروح على اللي بعده. يبقى كده ملف الاسنان عرفنا ازاي بيتكون. انت هتدخل على الدليل، هتكون هتحط السياسات، في عندك معيارين، معيار لسياسه التعقيم والادوات خروجها ودخولها، والمعيار الثاني لمراقبه الاسنان، هتحط فيه المؤشرات وهتحط فيه ايه اللي هو سلف المراقبه اللي بتراقب عليه الشيك ليست كل شهر، وكده الدوكيومنت بتاعك خلصت. ثاني شيء عندك حاجتين لازم تكون متاكد منهم. اول حاجه التقرير اللي انت بترفعه بتاع الهدف العالمي اللي هو الاجراء الصحي للمكان الصحيح للمريض الصحيح، لازم انت ترفعه كل شهر للجوده. وده بناء على ايه؟ الحالات اللي انت عملت لها خلع اللي انت اديتها بيك. فانت لازم تكون محدد هذه الحالات وعامل لها حاجتين، تايم اوت وفورم كونسبت، تكون داخلين في النظام يعني تدخلهم في النظام. لو ما دخلوش، لو انت دلوقتي عندك حالات في عيادة الاسنان ما دخلوش، طيب تقوم عامله ورقي وتعمل له سكان وتدخله داخل ده، وتكتب على الزياره ان الفورم دي للزياره كذا، وهي هتبقى فيها، هيجي المقيم يفتحها يلاقي فيه فورم سكان حتى لو هي بعد كده. خلاص؟ مهمه جدا لازم تعملها، ما فيش مريض يكون خالع الا لما تعمل له انفورم كاس. واضح كده؟ طيب نخش على الايه؟ اللاب. اللاب طبعا احنا ما عندناش لاب، احنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ نقطة سحب دم. طيب نقطة سحب الدم تقول لك ايه؟ انك مش بتقوم بجميع خدمات اللاب، انت بتعمل اتفاقية مع المختبر بتاع المستشفى، والاتفاقيه دي هي تقول لك انت هنرسل لك العينات في الوقت ده وانت تعمل لي الفحوصات دي والاتفاقيه موجوده، انت ممكن تدخلوا تاخدوها وتعملوها مع المستشفى وتعمل وسيله رقابه عليها. وسيله رقابه عليها انك تراقب المختبر هل هو بيعمل معايا ولا لا، هل هو بيعمل اختبار اسمه اختبارات الكفاءه. الاختبارات الكفاءه دي فيها نوعين، اختبار كفاءه داخليه واختبار كفاءه ايه خارجي. اختبارات الكفاءة الداخلية اللي هو بيقارن ماكينة بماكينة عنده، يعني مثلا عنده ماكينتين سي بي سي بيقارنهم ببعض، بيجيب عينة معروفة مقياسها كام ويحطها هنا ويحطها هنا ويشوف هتدي نفس النتيجة ولا لا. طيب المقارنة الخارجية اللي هو بيقارنها بشركة تانية في شركات الوقت مخصوصة تديك آيات معينة، تديك أرقام وهي تقارنك وتدي لك إيه هذا اختبار الكفاءة. اختبار الكفاءة ده أنت لازم تطلبه من المستشفى، او اللي هو المعيارات لازم تطلبه من المستشفى بتعمله، فانت لازم تطلبه هذه اختبارات الكفاءه من المستشفى، ويكتب في الاتفاقيه ان هم يمدوك بهذه اختبارات ايه الكفاءه دي. اول نقطه. ثاني شيء لو هي دخلت سباهي المستشفى، او اغلب المستشفيات بتاعتنا دخلت سباهي، بتروح تجيب من المستشفى نتيجه المختبر، نتيجه المختبر في سباهي. لو هي اغلب المستشفيات بتاعتنا ما عدتش في سباهي، بس ممكن هتلاقيها عدت بارشال ميت او فول ميت في المختبر، فيبقى عندك القراءه بتاعت ايه سباهي بتاعتها، وتحطهم الاثنين لان هو في معيار يقول لك انك لازم تعمل اتفاقيه مع مختبر ايه مختبر معتمد. تمام؟ او هم بيضغطوا عنها الحين يقول لك ان هو يكون مختبر ايه على الاقل هو باص سباهي معيار سباهي او بارشالي ميت يعني. تمام؟ يبقى ده احنا خلينا مبدئيا ما عارفينها ان حزب. طيب بعد كده انك بتعمل دليل لخدمات المختبر. يعني ايه دليل خدمات المختبر؟ بتعمل اول شيء دليل لايه الفحوصات اللي عندك اللي انت بتطلبها في المركز. ثاني شيء، وطبعا في نموذج منه موجود داخل ايه النماذج بتاعت المختبر، بتكتب الدليل وتكتب وقت الدوران. وقت الدوران يعني وقت ما بتاخد العينه الى ان تاتيك ايه النتيجه. خلاص دي مهمه اللي هي التال، لازم تكون عارف هذه ده ويسال عنها المختبر ايه هو وقت دوران العينه اللي هي الوقت اللي بتاخده من سحب الدم الى ان تظهر ايه النتيجه، يجي لك التقرير بالنتيجه. طيب جت النتائج، خلينا نتفق ان انت تطلب نتائج الدم. لازم النتائج اول شيء بيطلبها الطبيب في ريكوست، بيسحبها سحب الدم
وبعد كده بيروح يوديها المختبر عن طريق سواق بين هذه العينات للمختبر، المختبر يراها ويرجعها تاني المركز الصحي. طيب خلال هذه الرحله ايش دورنا عشان نجود العمل ونتاكد ان هو سليم؟ اول شيء ان لازم العينات، انت بتاخد العينه والعينه بتروح متسجل فيها الوقت والتاريخ والتوقيع وكل شيء وبيانات المريض كامله، وتكتب انك طلبت فحوصات معينه داخل المختبر وتكتب ايه الفحوصات اللي خدتها. طيب بعد ما تكتب الفحوصات بتروح للمريض المختبر يسحب منه الدم والدم يرسلوه للمستشفى، المستشفى تعمل التحليل وترجعه تاني للمركز الصحي. في حالة رجوع الفحوصات لازم ترجع الأول تعرض على الطبيب اللي طلبها، نفس الطبيب اللي طلبها، ويوقع عليها شهود ويكتب التاريخ والوقت، وبعدين مسؤولة المختبر تدخلهم في إيه؟ في نتائج المختبر الخاصة بهذا المريض. تمام؟ طيب في قلب الاتفاقية احنا طبعا قاعدين نتكلم عن الخطوط العريضه، قبل الاتفاقيه لازم يكون فيها انت معرف ايه هي النتائج الحرجه اللي هي تؤثر على حياه المريض، وهي طبعا موجوده في الملف. طيب بتجيب اللي تكون موجوده في الاتفاقيه، في حاله ظهور هذه الحالات الحرجه يتم الاتصال من المختبر على واحد معرف داخل المركز اللي رقم تليفون واحد واثنين، لو ما كانش في الاول هيبقى في التاني، يقول له ان يبلغ المختبر ان هذه النتيجه غالبا مش الفني وفني المختبر اللي هو بيسحب العينه، يبقى عارف ان هذه العينه حاله حرجه وتعامل معاها بالنظام الطريقه اللي احنا قلناها رايت داون اند ايه اند ايه ريد باك عشان يحصل كونفرميشن. طيب خلاص كده ده وضحنا الاتفاقيه يبقى فيها ايه وايش اللي انا شايك فيها ولازم ايه اللي يبقى موجود فيها. طيب في نقطه مهمه جدا، ايه هي النقطه دي؟ اول شيء انك احنا اتكلمنا في الاول وقلنا ايه الحاجات المفروض تكون موجوده في ملفات المختبر، ايه هي الحاجات المفروض تكون في سحب الدم، ملف السياسات والاجراءات اللي احنا هنحل عليه كل الكلام ده، ملف الحالات الحرجه، ملف المؤشرات واللي هو يبقى فيه اختبارات الكفاءه والمؤشرات اللي انت بتقيسها وتراقب التات اللي هي دوران وقت دوران العين. طيب ملف الحالات الحرجه ده مسجل فيه اللي احنا شفناها المره اللي فاتت، ممكن برضه نشوفه دلوقتي اهو حالات الحرجه سحب الدم. دي طبعا نتائج الحرجة هي وتكون معروفة للاتفاقية اللي احنا اتكلمنا عنها، دي هي نتائج الحرجة اهو، ده دليل سحب العينات اللي احنا اتكلمنا عليه فيه، لازم تكون معروفة في ايه النتائج الحرجة، مهمة جدا لازم تكون ايه معروفة كالسيوم امتى عند ان اتش في اقل من كذا اقل من كذا واكتر من كذا ده حالة حرجة، الجلوكوز من سن يوم 0 الى 2 يوم اقل من 35 ده خطر جدا، من سن يومين الى سنه كذا، الهيموجلوبين نفس الكلام، خلاص ده مهم جدا لازم تعرف، بيجي المقيم اوقات عشان يعرف ان انت، طبعا الصوره دي لازم تكون محطوطه على المختبر جنب التليفون بحيث لو اتصل عليك اي احد انت بتبص يقول لك نتيجه حاجه لازم تبص على لو، لان ممكن في بعض المختبرات يتصل يقول لك دي نتيجه حرجه وهو شايف مثلا ان هي في مزاجه كده ان هي نتائج حرجه بتطلع مش نتيجه حرجه ولا حاجه. تمام؟ فانت لازم تكون عارف ايه نتائج الحرجه بشكل تفصيلي. تمام؟ طيب خلينا نرجع، احنا قلنا نشوف ايه سجل النتائج الحرجه، ادي سجل النتائج الحرجه اهوت، ده لازم يكون عندك ورقه لكل شهر وانت ترفع بيها تقرير لمين؟ للجوده، لان ده ايه اس ار. وتكتب هنا رقم العينه واسم الرباعي ورقم ملف النتيجه الحرجه اللي قال لك عليها والقيمه التي تم القياس عليها والتاريخ اللي هو والوقت التبليغ واسم المتلقي واسم المرسل ورايت داون، كتبت رايت اند ريد باك على العمليه، تكتب نعم ولا لا، واسم الطبيب اللي انت بلغته ووقت بلغ الطبيب
ووايت داون برضه هبلغ بوايت داون اند ريد باك والاجراء المتخذ وقته والتوثيق في الملف، هل وثق الكلام ده في ملف المريض وبعدين توديها مش الفني يعتمد. واضح كده؟ يبقى ده سجل الايه؟ كل شهر يبقى عندك ورقه زي كده، حتى لو ما فيها حالات تكتب لا يوجد وترفع عليه الجوده انه لا يوجد عندك نتائج ايه؟ حرجه. خلاص؟ ده مهم جدا، سجل النتائج الحرجه لازم يكون موجود، لان ما فيش مقيم ما بيسالش وقت، يسال بالذات بتاع سحب الدم. طيب نرجع لموضوع، قلنا ايه بعد كده؟ يوجد دليل، شفنا الدليل، يوجد اتفاق مكتوب من مختبر معتمد اتكلمنا عليه، يوجد هيكل، الهيكل اللي هو موجود، مين اللي شغال في المختبر؟ طبعا سحب الدم ترجع للمشرف الفني، كتب مدير المركز، المشرف الفني اللي شغال في المختبر، بعدها ده الهيكل وبرضه صور منه موجوده، توجد سجلات التدريب على السلامه ومكافحه الحريق. طبعا اي حاجه لو انت عندك اجهزه، انا احنا اتفقنا ان هي تبقى نقص سحب دم، ما تسيبش اجهزه خالص داخل المركز، لان لو سبت اجهزه يقول لك اديني التدريب عليه واديني الصيانه بتاعته واديني المعايير بتاعته واديني واديني واديني. تمام؟ يوجد نظام فعال للابلاغ عن الاصابات والحوادث المهنيه، طبعا ده المقصود بيها اللي هي الوخز بالابر وكده، احنا اتفقنا في نموذج الوخز بالابر شرحناها في مكافحه العدوى، هتجيب مكافحه العدوى وهتجيب الاو في ار وتستخدم ايه؟ الاو في ار في حاله ايه؟ الابلاغ. طيب توجد سجلات فحص وصيانه دوريه لجميع المعدات، احنا قلنا طبعا لو انت عندك معدات تحط ليها اللي هي الفحص والصيانه بتاعتها ودليل العمل بتاعها وكده، وانا بقول لك من دلوقتي ما تسيبش اي اجهزه داخل المختبر، لو حتى الهيموجلوبين اي 1 سي ما تسيبوش بالذات وقت الزياره. توجد سياسات واجراءات مكتوبه لاعداد الكواشف ووضع العلامات والتخزين وانتهاء الصلاحيه، طبعا دي كلها من اللي عنده اجهزه موجوده السياسه بتاعتها داخل السياسات. توجد سياسات واجراءات مكتوبه لابلاغ عن نتائج الحاجه برضه موجوده داخل السياسات اللي احنا شرحناها من شويه. يوجد برنامج مكتوب لاداره الجوده في المختبر يفي بجميع العناصر المذكوره، برضه ده موجود برنامج الجوده داخل المختبر، لو رحت في السياسات هتلاقيه في السياسات نفس الكلام. طيب اهو الجوده اللي هي بتتكلم على انك بتعمل معايره للاجهزه دوريه شبه يوميه، تقول لك ان الجهاز ده فعلا ان هو كفء وبيبقى بيدي نتائج صحيح. طبعا احنا اتكلمنا انك بتجيب هذه النتائج منين؟ من المستشفى المكان اللي انت عامل فيه اتفاقيه. تمام؟ احنا ما بنشتغلها دي، بس انت لازم تكون عارفها لان انت بتطبقها هذه السياسه، يعني هذه سياسه الابلاغ اهيت اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام؟ وده السيفتي وده الكريتيكال ايه؟ روبوتنج، وده الكواليتي اللي احنا اتكلمنا عنها، سياسه ايه؟ اللي هو ضبط ايه؟ جوده العمل داخل المختبر. ماشي؟ بعد كده توجد سياسات واجراءات مكتوبه للابلاغ عن نتائج الحاجه اتكلمنا عنها. يوجد برنامج مكتوب لإدارة الجودة قلناه، يوجد دليل على المشاركة في اختبارات الكفاءة الخارجية والداخلية اللي احنا قلناها من شوية، اللي انت بتطلب من المختبر اللي انت مش عايز. انا عايز الكفاءة الداخلية بتاعتك، وان هو ممكن مستشفى تاني يعني مستشفى مليجة ومستشفى الأدارية يعملوا مقارنة مع بعض، يقوم ياخد العينة اللي عنده، هو عارف العينة دي كام من دليل ولا كده، ويسها في الجهاز عنده يشوف هتدي كام في الرينج المسموح، وياخدها ويروح يقيس بيها في مختبر تاني ويقارن الاثنين ببعض، يقارن الجهاز مدى دقته، هل هو في الرينج المسموح ولا مش في الرينج المسموح، ده بيطلع لك قراءة وده بيطلع لك قراءة وانت تحطهم لبعض، لو القراءة مختلفة وفي في جاب بينهم كبيرة غير المسموحة، انت بتطلب الصيانة هو يجي يعمل لك ضبط لهذا الجهاز. تمام؟ طيب يوجد دليل على ابلاغ الفعال على الحوادث والاحداث العكسية، وجود نظام للتحقيق، طبعا المقصود بيها اللي هو نفس نظام الابلاغ، يوجد نظام الابلاغ اللي هو ريبورتنج موجوده برضه في السياسات، انت بتاخدها من نظام السياسات.
يوجد دليل على اتخاذ تدابير تصحيحية أو وقائية في حال عدم وجود النتائج المتوقعة. نفس الكلام لمراقبة الجودة موجودة في السياسات أهو، لو جينا نشوفها اللي هي النتائج غير متوقعة. ده برنامج الجودة اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. في واحد تاني ده اختبارات مراقبة الكفاءة، وطبعا فيها النتائج الغير متوقعة تقدر تتعامل معها. تمام، تبدو الانتاج السعر المقصود بها. ده برنامج جودة تمام. دي شرح كل التحكم في عملية ما بعد التحليل كلها خاصة بضبط النتائج داخل المحتوى، التحكم في المعطيات ما قبل مرحلة التحليل. كل دي خاصة سياسات خاصة بالمختبر، فيها الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية اللي طلبها من عيار من شوي. واضح كده؟ يوجد دليل على اتخاذ تدابير تصحيحية وقائية لتعدم وجود النتائج، طبعا دي لمراقبة الجودة، موجودة في مراقبة الجودة. يوجد برنامج مكتوب وشامل للحماية من الأشعة، طبعا دي خاصة بالأشعة. كده احنا خلصنا جميع معايير اللاب. في بعض حاجات في اللاب بيقول لك ايه، لو انت دخلت هنا انا حاططها لك برضه، انت تقدر تشوفها في بعض الايه اللوح اللي هي المفروض تكون ممنوع الاكل والشرب داخل المختبر. في بعض اللوح لازم انت تكون حاططها داخل المختبر. تمام، ممنوع الاكل والشرب دي بعض الأشياء اللي لازم تكون موجودة داخل المختبر لأن عليها معيار. تمام، والمواعيد العمل لازم يكون عليها موجودة على في المختبر بحيث إن تبقى واضح فيها. تاني شيء المؤشرات حقة المختبر، المؤشرات حقة المختبر أهو هنا اللي هي نسبة استدعاء حالات مرضى الحالات الحرجة المبلغة عنها لإجراء عدد حالات المرضى الحالات الحرجة مبلغ عنها والذي تم التواصل معهم عدد الحالات. ده الخاص بها بالنسبة لإيه صار الحالات اللي هي الحرجة تم التواصل معها ولا لا، ده مؤشر من المؤشرات مهم جدا. بعد كده في واحد تاني اللي هو ضياع النتائج، تمام، ده مهم برضه، هو يبين لك لو في أي مشكلة أنت تتعامل معها إزاي.
تمام؟ دي تقارير الأحداث اللي طلعت في المختبر، ودي نسبة حدوث الإصابات الإيه؟ المهنية بالوغز بالإبرة، لأن فيها أكثر مكان سحب دم بعرضة للسنوات. هل بالإمكان الحصول على نسخة من هذه الملفات؟ خصم. إحنا حاطين الملفات على رابط، أنت تدخل على الرابط وتقدر تاخد اللي أنت عايزه، وإحنا فاتحينها للجميع. تمام؟ كده المختبر، كده احنا خلصنا الثلاث ملفات. في اي سؤال؟ هذا الرابط اهو، ده الرابط بتاع الاولاني، يعني انت تقدر تاخده من هنا، تاخد الصورة دي. تمام، انا انزلها لك. ايوه، ما نخلص حوزه تاني. ده الرابط التاني هو بتاع ال ده هو بتاع جوجل درايف. ده الرابط بتاع البوكس، تقدر تاخده برضه اهو، رابطين للسياسات والنماذج، تقدر تستخدمه في اي وقت. في اي سؤال؟ أنا بالنسبة لي كده خلصت، لو في أي سؤال أنا معاك يعني. الله يعطيك العافية. نعم، المحاضرة مسجلة وهنرسلها ليكم شوية كده، بس هنزلها وهنرسلها ليكم. ماشي، بالتوفيق إن شاء الله. نزل على الجروب. المشروعات لازم نسويها على ملف اكسل ولا ورقي؟ ممكن اعمليها ورقي، هي طبعا انت اعمليها على اكسل. انا انصحك ليك اي مؤشر حطيه على اكسل، ليه؟ عشان تعمل كده، او تحطيه على الباوربوينت فيها اكسل وكده، تقدر تحطيها على اكسل وتظهر بالنسبه لك كانها ايه، كيرف يعني. فانا نصحت اي ملف اي ده احطه على اكسل، هي موجوده جاهزه على الدرايف على اكسل. صح، تقدر تسحبوها منها بس تغير في البيانات وخلاص. ايوه بالظبط. الله يعطيكم الف عافيه، اشوفكم على خير ان شاء الله في بكره باذن الله الساعه 11. بالتوفيق.